أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواجيزنا لهذا اليوم. قالت مصادر إعلامية من إجدابية الأربعاء أن عناصر مسلحة قامت بالهجوم على بوابة الستين الواقعة جنوب المدينة مخلفة قتلى وجرحى في صفوف مسلحين ما يسمى الكرامة. المصادر الذات أكدت أن الهجوم وقع صباح الأربعاء وأدى إلى مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين واختفاء عدد غير معروف من المسلحين التابعين للكرامة، ومخلفا في الوقت ذاته دمارا ماديا في الآليات المسلحة ومرافق البوابة. من جهته أكد مستشفى محمد المقريف بجدابية وصول قتيلين وثلاثة جرحى في الهجوم الذي استهدف صباح الأربعاء بوابة الستين جنوب غرب المدينة. وقال المكتب الإعلامي للمستشفى في بيان له الأربعاء إن القتيلين مفتاح المغربي وأحمد الفاخري هما من عناصر الكتيبة 152 مشاة بجدابية، مضيفا أن حالات الجرحى الثلاث جيدة. وأشار مكتب الإعلام بمستشفى جدابية إلى أن مسؤول النقطة الأمنية بالمستشفى أكد فقدان أحد عناصر حماية البوابة خلال الاشتباكات فجر الأربعاء. ناقش عدد من أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور مع المبعوث الأممي غسان سلامة في العاصمة طرابلس العملية الدستورية في ليبيا. بحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية فقد أطلع سلامة أعضاء لجنة صياغة الدستور المناقشات حول الدستور خلال اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة في تونس. ووصفت عضو هيئة الدستور رانيا الصيد في تصريح للتناصح الاجتماع بالإيجابي، مشيرة إلى أن النقاشات تمحورت حول مآلات العملية الدستورية في ليبيا حتى الوصول إلى استفتاء على الدستور. شدد عضو مجلس النواب المنحل والعضو في لجنة حوار تونس عيسى العريبي على وجوب إبعاد ممثلي حزب العدالة والبناء من لجنة الحوار الممثلة لما يسمى بمجلس الدولة. العربي قال لصحيفة المرصد الثلاثاء بأن إبعاد ممثلي حزب العدالة والبناء يضمن تحقيق صياغات توافقية بعيدة عن استهداف ما أسماه بالجيش وقياداته العامة، متهما إياهم حسب وصفه بمحاولة إفشال الحوار عبر التمسك بالمادة الثامنة مطالبهم بالتصويت على الحكومة أسوة بمجلس النواب. هذا الموجز انتهى مشاهدينا. بعد قليل فضيلة الشيخ عبد الله الجعيدي يستضيف مفتي الديار الليبية في برنامج الإسلام والحياة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.